دايما لما بتروح للعيب نص الملعب زي تامر عبد الحميد دونجا اول حاجه بتيجي في دماغك الدور الاساسي بتاعه، انه يقطع الكوره، انه يستعيد الكوره لفرقته. تامر عبد الحميد كان مميز جدا في الدور ده، كان عنده قدره انه يقطع الكوره ومن غير فاول، يقطع الكوره بيعملها سواء ببلوك او ان يكمل مع الراجل اللي معاه الكوره ويحط في ظهره وياخد الكوره ويلف بيه، او حتى انه مميز جدا في التاكلينج، هنا بيعمل بلوك من على خط الجون بيشيل جون للزمالك. خلي بالك انت الاحصائيات دلوقتي لما بتتكلم على المدافع هتتكلم الراجل ده استخلص كام كوره، قطع كام كوره، عمل كام بلوك، تمريراته صحيحه. هنا في الجانب الدفاعي هتلاقي تامر عبد الحميد دايما ياخد 10 من 10 لانه كان عنده قدره انه يقطع الكوره للزمالك في نص ملعب الزمالك لو هو مضغوط ويبدا الهجمه، او لو الزمالك هو اللي بيضغط من قدام بيستعيد الكوره للزمالك تاني في نص ملعب الخصم. اللقطات دي مهمه جدا لان ده ماتش الرجاء 2002، الناس كلها بتفتكر لتامر كوره الجون، ولكن تامر عمل ماتش من احلى ماتشاته في نص ملعب الزمالك، وكان قادر انه يحمي دفاع الزمالك كله من اي هجمه من فرقه الرجاء. هنا هتلاقي تامر عبد الحميد صعب يترقص، لعيب من اللعيبه اللي عنده قدره انه يروح التحام بدني واحد واثنين وثلاثه وفي الاخر هياخد الكوره بتاكلينج، هيكمل مشوار، ياخد سبرنت من الجون للجون، المهم ان انت مش هتعدي. هنا بياخد الكوره مع الستار صبري وبياخد الكوره ويكمل. دايما ركز مع تامر عبد الحميد، اما يقطع الكوره مش بيسلم ويخلص، هو ممكن يسلم وممكن ياخد الكوره ويعمل هو المشوار بقى لوحده. بص، قطع الكوره كمل تامر عبد الحميد، هو اللي هيكمل بعد كده بالكوره لوحده اوتوماتيك، صداده اولى لنص ملعب الزمالك. ودايما خليك فاكر ان الزمالك كان عنده في الوقت ده كل الكباتن مع حفظ الالقاب، على اليمين ابراهيم حسن او احمد صالح، على الشمال طارق السيد وطارق السعيد، قدامهم بقى خالد الغندور، محمد ابو العيله، حازم امام، محمد صبري، الناس دي كلها بتهاجم، وتامر عبد الحميد اللعيب الوحيد اللي بيلم من ورا كل الناس دي. معنى كده ان الزمالك كان عنده قوه هجوميه جباره، واحد بس بيلم ورا الناس دي كلها، وكان بيلم باكتساح وباقتدار كبير جدا. حتى نجم الزمالك في الفتره دي كابتن حازم امام نفسه اتكلم قبل كده وقال ان نجاح الجيل ده جزء كبير جدا منه يرجع الفضل فيه لتامر عبد الحميد اللي كان بيلم من ورا. بص الراجل بيقطع منين واخد الكوره، هيكمل هو المشوار، هو ما رمش بقى الكوره وسلمها قال لك انا عملت اللي عليا، لا هو بياخد الكوره وهو اللي هيكمل بعد كده. هنا قدام اسوان هو اللي بيستعيد الكوره، ماتش الزمالك والترجي 2002 تاكلينج واحد واثنين لغايه ما بيسلم الكوره. بس بص تامر عبد الحميد ما بيهزرش، اخد الكوره هيروح يسلم، بص من واحد بيقطع يعني ديستروير او سته بلغه دلوقتي للعيب بيوصل لغايه 18 الخصم. الضغط العكسي، الكلمه اللي بنسمعها دلوقتي ان انت تستعيد الكوره في منطقه نص ملعب الخصم، تامر عبد الحميد كان بيوفر الحل لنادي الزمالك كويس جدا. الكوره مع الزمالك اتردت، الكوره الثانيه تامر عبد الحميد يقطع يسلم الكوره على طول لنص ملعب نادي الزمالك عشان يبدا الهجمه بعد كده. عشان كده ما تستغربش ان تامر عبد الحميد زي ما قلت لكم واحد من لعيبه كتير في الكره المصريه ما ارتبطش ابدا برقم 6 ولا رقم 8 لانه كان لعيب نص ملعب متكامل.